معقول ان اليوم نعمل تقليد جديد، ثقافه جديده اسمها تهرب الاحزاب الحاكمه من المسؤوليه منه هكا، خاصه هنفهم خاصه انه يعني تحكي على حزب رئيسه ياسين ابراهيم يتحمل في شكل وزاره واحده ثلاث حقائب وزاريه اقتصاديه التنميه والتعاون والاستثمار الدولي. ما نزيدك معلومه اخرى، صارت عليه ضغوطات رهيبه وحكومته اللي حمته هذا نعرفوه في حكايه بنك لازار والحكايه اللي صارت الكل. بمعنى انا اليوم كيما قلت لك نلوج اليوم وراء المداخلات، خاطر المداخلات فيها الوضع، فيها اللي من الاول ضد الحبيب سيد. كي تجيني انا جابه شعبيه تكلم سي عمرو سيد الكلام هذاك، لانه من الاول عنده برنامج حكومي مضاد، عنده برنامج اقتصادي مضاد، من حقه باش يقول انا مش قابلك لانه مش قابله. كي تجي حركه الشعب تحكي على الوضعيات هذه وعلى القذاره وعلى العفن وعلى الحكايات اللي حكى عليهم سي سلم الابيض، ذولي هو خدم وزير ويبدو ان اللغه زاد العفن والقذاره هذوما نورمال مون. كي نسمع سي سالم الابيض من غير ما نعرف الاخبار نقول راهو ماهوش في المبادره، نقول راهي حركه الشعب مش في المبادره. هذا ما تسالش، هذه المنطق. اذا هاي تو نرجع للمبادره اللي كما قلت لك امس اليوم مش تكتب بصعوبه مقدمتها مش نهايتها. خلينا ما تحرق.